قمنا بأمس يعني كان عندنا ما قبل أخير ملعب اللي درنا له التكنولوجي ديال الفار. البارح كان الرباط وخميس زمامرة، وقبل منها كان الدار البيضاء، قبل أخر يبقى ما إلى غيرك. الآن باقي لنا ملعب مولاي الحسن هو اللي غادي نشوفه في بداية الأسبوع المقبل، لأن ما فيهش بطولة، بقي عندنا واحد أسبوع ولا أسبوعين وغادي نديروا التكنولوجيا ديال الفار. الآن حنا هنايا باش نبداو التقنية ديال الفار، نتمناو على أن التقنية على أنه تكون إيجابية لكرة القدم الوطنية، للتحكيم المغربي، للاعبين، للمسيرين، للجماهير، باش يعني ننطلقوا من جديد، ننطلقوا بدعم جديد، بروح رياضية جديدة وبحوافز جديدة.